السابع من شروط الصلاة استقبال القبلة، استقبال الكعبة، استقبال مكة. شبقم وم ده شروط ده منزلنا ذلك شغل قبليته مخكي أو كعبي شريفيته مخكي. لابد من استقبال القبلة في الفريضة وفي النافل. لازمي خبر ذاتي فالنافل نفل منزكي وفرد منزكي قبليته بايد مخوي. إلا فقط النافلة في السفر فقط تصلى النافلة حيث توجهت به السيارة أو الدابة أو القطار أو الطائرة. مگر صرف نفل منزنو کی نفل منزنو کی چکم طرف تے مخو چ گاڑ او ک سورلی وا او ک جازو پای کی مخ طرف تا کی. الثامن من شروط الصلاه دخول الوقت. اتم شرط منزور غدار چ د منز وقت داخل شوی. فلا يصح ان يصلي قبل دخول وقت الصلاه. د من د وقت داخل دون مخ کی من صحیح نده. ويحرم تاخير الصلاه اخراج الصلاه عن وقتها. أم دغران قدمون دخبل وقت نرستكوا لهم حرام دي. نعم التاسع من شروط الصلاة. نهم شرط دمون شرطنونا. ستر العورة أخذ كامل الزينة في الصلاة. دخبل عورت بتول أو خبل زان فمون مستبرا براول زينة أخذت الخبل. نعم المرأة تستر جميع البدن إلا وجهها. خذ بخبل طول بدن بتي مگر صرف مخبن بتي. الرجل يستر من السرة إلى الركبة. سړی چې کوم دی هغه د خپل نامه نه تر زنګنونو پورې به دا پټی. مع استحباب ستر العاتقين سره د اوږو د پټولو چې دا مستحب دی. واخذ کامل الزینه في الصلاه همدغه رنګ یې خپل ښایس برابرول ځان برابرول لمانځه کې. هذه شروط الصلاه التسعه الشروط تاتي قبل الدخول في الصلاه. دا نهه شرطونه دي او شرطونه دي ته وایي چې دا د مونځ مخکې وي. لابد ان نحقق وناتي بهذه الشروط قبل الدخول في الصلاه والله اعلم. لازمي خبر دا چې مونږ او تاسو باید د مونځ مخکې دا شرطونه په خپل ځان کې پوره کړو او بیا مانځه ته لاړ شو والله اعلم.